بسم الله الرحمن الرحيم. الظلم عاقبته وخيمة، قد حرمه الله عز وجل على نفسه وجعله بيننا محرما كما صح في الحديث. ومن المواطن التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام شبابه وقبل بعثته حلف هو الأول بين العرب، ولم تكن تعرف العرب حلفا كهذا الحلف. وقد قال صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه جماعة من أهل العلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان، وعبد الله بن جدعان هذا هو من بني تيم، وكان من أكرم قريش وأكثرهم إعانة على نوائب الدهر، فيطعم ويسقي ويعين، وهو الذي سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فقالت: يا رسول الله، كما في الصحيح في مسلم، إن عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويحمل على الكل ويعين على نوائب الدهر، فهل ينفعه ذلك؟ فقال: لا، لأنه لم يقل يوما من الدهر ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: اجتمع أو شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا بين هاشم وزهرة وتيم وأنا فيهم، هذه قبائل من قريش. ثم قال: ولو دعيت به في الإسلام لأجبت، وما أحب أن لي به حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل، وهي أعظم وأكرم مال كانت العرب تتفاخر به. هذا الحلف ما سببه؟ لماذا تجمعت هذه القبائل وتعاقدت، وما سبب هذا الحلف؟ سببه أيها الإخوة أن رجلا من زبيد من اليمن جاء إلى مكة ومعه بضاعة ليبيعها، فاشتراها منه العاص بن وائل السهمي، وكان من سادات مكة، ثم لم يعطه قيمة هذه البضاعة. هذا الرجل الزبيدي ذهب إلى أحلاف بني سهم، إلى القبائل المتحالفة معهم من قريش، إلى بني عبد الدار وإلى مخزوم وإلى جمح وإلى عدي بن كعب وإلى غيرها من القبائل، يطلبهم أن يعينوه وأن يأخذوا حقه من هذا، فأبوا عليه وزبروا، رموه بالحصى أو بالحجارة. يأس هذا المسكين ولم يدري ما يصنع، فانتظر حتى أصبحت قبائل قريش في أنديتها حول الكعبة عند طلوع الشمس، فصعد على جبل أبي قبيس ثم نادى بأعلى صوته قائلا: يا آل فهر، لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، أي من لمظلوم أخذت منه بضاعته. ثم قال: ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، حجر إسماعيل والحجر الأسود، إن الحرام لمن أثت كرامته، ولا حرام لثوب الفاجر الغدير، أي أنتم أهل مكة وأهل الحرم وأنتم لكم حرمة، وإنما الحرمة لمن كانت كرامته عظيمة كثيرة ويؤدي الأمانة، وأما الفاجر فلا حق له. سمعه أهل مكة، فقام الزبير ابن عبد المطلب وقال: ما لهذا متروك؟ فاجتمعت بنو هاشم وبنو زهرة وبنو تيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان، فصنع لهم طعاما وتحالفوا هذا الحلف العظيم، وتعاقدوا أن يكونوا يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى الحق لصاحبه. ثم بعد ذلك قالوا: نتعاهدوا على ذلك ما بل بحر صوفه، وما رسى ثبير وحراء مكانهما، أي على الدوام. سمعت قريش بهذا فسمت ذلك حلف الفضول، قالوا الفضول أي بأنهم اجتمعوا على الفضائل، وقيل غير ذلك. ذهبوا هؤلاء إلى العاص بن وائل وانتزعوا منه سلعة الزبيدي ودفعوها إليه، وقال الزبير بن عبد المطلب متفاخرا يومئذ: إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم، أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا، فالجار والمعتر فيهم سالم، والله تعالى أعلم.